هوي بسألكم، هل أنتم عندكم أيباد غير أيباد اللي عند أبل؟ ليش المواصفات اللي عندكم غير مواصفات أبل؟ يعني هذا الحين الوصف حق الجهاز أتوقع أنه كان يكون نفس وصف أبل، بس ناند فلاش ما أدري، أحس أتوقع أذكرها أنه شركة ذي ناند فلاش ولا حق الهارد ديسك، بس منه ما أشوف في الوصف عند أبل شيء مكتوب ناند فلاش، أو أنه مترجمة حرفيا دي من ترانزليت جوجل، تاخذون من موقع أبل ويحطونها. ترى موجود في اب ستور، وتفتحون اللغه العربيه وتشوفونها بالعربي مترجم، جوجل ما تسوي له ترجمه تلقائي، فما ادري ايش معناته. تقدر تقول لي شنو هو او ايش قصد ناند فلاش؟ ما ادري ناند فلاش ولا ناند فلاس ولا ناند، ما ادري شنو هي. طبعا مو بلي، واحد من المتابعين راسلها لي يقول لي يستفسر ايش معناته دي. السلام عليكم، اهلا فيكم. الموضوع الجديد اللي نتكلم عنه اليوم، ما راح اتكلم عن معالجة انتل. انا قلت لكم راح اتكلم عن معالجات او شو الفرق بينها امس، لكن خلينا ناجل الحين نتكلم عن شيء اليوم طلع والموضوع شوي كبر فبتكلم عنه، الا وهو كثير من الناس سألوني يبون يفهمون الهومبوت شنو هي او الاستخدام حق شنو. طبعا الموضوع ما راح يكون الهومبوت، في موضوع ثاني طلع اليوم فبدمجهم مع بعض، من الأساس الهومبود دي الشيء. الهومبود أنا جلس هنا علشان هذا الهومبود مثل ما أشوف أنا جالس. طبعا ما عليكم من نحط هنا لأن بنتي رمضان بدأ عندها مبكر. المهم أتكلم لكم البداية عن الهومبود، شو ميزاته وكل شيء. كبداية هو سبيكر وفي مايكات وفي مساعد صوتي سيري. مساعد صوتي سيري راح نتكلم عنه في موضوع ثاني، لأن طلعت أخبار اليوم عن هذا الشيء وراح أتكلم عنه بعد شوي. كيف تستخدمها؟ البداية إن أي جهاز عندك، ايفون، ايباد، ماك، اي جهاز من ابل، اول ما تشتري الجهاز حقك كبداية اوريكم شكلها. هذه هي، طبعا ما بروح لها هناك الحين، اوريكم شكلها هنا عندي في الشاشة وفي التلفزيون، في التلفزيون في الايباد. هذا شكلها مثل ما اشوف، في لونين يجي الابيض والاسود. فهي سبيكر مثل ما قلت لكم، عندك جهاز ابل افتح اي مقطع يوتيوب، اي شيء يشتغل فيه صوت، حتى لو انه سناب شات، فعليك انك تروح المقطع اللي تبي تشغله. طيب شو نشغل لكم؟ اوكي ورده، بعد من ما يحب ورده. طيب نشغل لكم هنا، اذا شغلت المقطع عندك يطلع الزر اللي تحت، نضغط عليه يطلع لك الاجهزه اللي تقدر تشبكها على الصوت هذا. عندي التلفزيون، من تلفزيون سامسونج في الاير بلاي، اذا عندك الجهاز يدعم الاير بلاي خلاص نقل عليه. عندي ابل تي في، ابل تي في برضو هو اساس الاير بلاي، بس الابل تي في موجود في الغرفه عندي. هنا هذا الهومبود انا مسميها ليفينج روم لان انا جالس في الصاله الحين، فلو بس اضغط عليها تسمعون الصوت كيف ينتقل لها على طول، ترفع الصوت. الصوت اللي فيها لا تشوفونها شكلها صغير كذا، بس ثقيله ثقيله هي، وفيها تقريبا 7 سماعات تقريبا واوفر، تقريبا وصب اوفر، وتقريبا فيها 8 مايكات. لان ايش الحركه فيها؟ انا مستغرب الحين الصوت مثلا رفع كذا، شوف الحين رفع الصوت، اقدر اكلمها والصوت مرتفع. انا وانا اتكلم اسمع صوتي، واتكلم هي تسمعني سيري مثلا. الحين مشغل الصوت كامل مثل ما اشوف بسوي الحركه، بطف سيري او بطفي الهومبود. اي سيري ستوب، سمعتني وقفت. كيف ما ادري، حتى لو صرت بعيد المايكات حقتها ما ادري كيف المايكات تساعدها في اشياء كثيره. الحركه الاولى هذه هي انها تسمع، الحركه الثانيه برضو شنهم ان مثلا احطها بالجدار، الحين المايكات تشتغل اول ما احطها في اي مكان وتشوف ارتداد الصوت. مثلا انا احطها الحين هنا ارتداد الصوت، فتدري ان ذيك الجهه جدار فتقوي الصوت في الجهه الثانيه اللي ما فيها ارتداد سريع. طبعا الى الان انا اتوقع في المستقبل راح يفتحون ذا الشيء، لكن الى الان ما تقدر تشبك على التلفزيون دايركت حتى لو عندك الاير بلاي، لكن تقدر تشبكها اذا كان عندك ابل تي في. ابل تي في تحطه، يمكن بكره وبعد بكره اشرح لكم ابل تي في، لكن ابل تي في تقدر تحطه ويشتغل عندك في التلفزيون وتشغل اليوتيوب مثلا في التلفزيون او شيء، تقدر تشبك عليه على طول. والحلو فيها انه برضو تقدر تحط كذا واحده، تحط واحده هنا مثلا، انا احط هنا واحده، اقدر احط واحده الجهه الثانيه يميني، واحده يساري، واحده في الصاله، واحده في المطبخ، واحده في اي مكان،
وتقدر تشغلهم كلهم في نفس الوقت، يعني بس تشبك على واحدة وتخلي الصوت كله في جميع، يعني تشغل الموسيقى تروح الغرفة الثانية الموسيقى نفسها قاعد تكمل معاك، وتتخيل السيري وكل شيء، فشغالة حركة حلوة يعني بدون واير بدون شيء، يعني ما بتشبك كاميرات كلهم على الانترنت شبكين. تقدر تقول لها أي شيء، يعني مثلا عندك بلاي ليست بسوي في أبل ميوزك تقدر تشغل، طبعا ما راح أقول بلاي ليست حقي لأنها بابليك وكل شخص بروح يجي لي ويضيف البلاي ليست حقي، لكن أقدر أقول لها مثلا هي سيري بلاي ميوزك أي موسيقى أنت في بالك تقدر تشغلها، أحيانا تبي بس هي سيري ستوب شفتوا كيف؟ ما يحتاج بالجوال، يعني تخش البيت عندك بالأبل ميوزك مشترك بس تقول لها بلاي ميوزك، ما يحتاج حتى جوالك موجود عندك، جوالك ضايع طفي تشتغل الانترنت تشغلها، تقدر تقول لها أي أغنية، تقدر تخليها بس تقول لها مثلا عربيك ميوزك تشغل أو فنان معين تشغل لك، أخبار تقدر تقول لك الطقس شلون هنا كم الساعة حين، يعني كان الجوال حقك نفس الشيء بالضبط. أنا الحين جالس بس أدور جميع الأسئلة اللي بتجيني أحاول نجيبهم كلهم. تقدر تقول لها مثلا نبهيني في ذا الوقت، تقدر تقول لها يعني حطي ذا الوقت، حطي في الكالندر مثلا منبه عندي تنبهك بعد بكره لحق ذا الوقت، شنو بعد يعني اسست نفس اللي في جوالك انت شيء شيل جوالك يقول لك، تقدر بس انها ما تقدر تقول لها، يعني احيانا تقول لها عن توبيك تروح تسوي لك سيرش وتجيب لك من ويكيبيديا وتقول لك اشياء خفيفه، يعني مش شيء نفس الجوال يفتح لك السفاري ويطلع لك كل شيء، لا تقول لها مثلا عند الفنان الفلاني متى مات متى كل شيء تجيب لك، يعني طبيعة تسألها وتجيب لك. برضو في حركة حلوة تو منزينها في السوفتوير الجديد، طبعا الفوليوم أو يعني مثلا الحين بشغل الميوزك وطلعت عالية أقدر أحط أي نسبة أبيها في الميوزك بالكلام، مثلا هي سيري بلاي ميوزك شغلت الحين فجأة طلع الصوت عالي مثلا هي سيري سبتها فوليوم 50% انت بكيفك تسالها مثلا تبي 50% مثلا شو 10% وقفه بكيفك. برضو فيها حركه الحين بشغل لكم اغنيه ثانيه مثلا من هنا، اذا شغلت الاغنيه نفسها ما يحتاج اضغط هنا وانقلها لحق سيري، لو كان مثلا سيري عندي بعض الاشخاص بدهم يحطون هنا بالطاوله وقريب يمهم بس يمرر الجوال على الـ على الـ على سيري. ابوريكم الحين شلون مثل ما نشوف الحين مشتغل الاغنيه هنا بس امررها هنا خلاص تنوخذ. أو برضو بالعكس الموسيقى إذا كانت شغالة هناك مثلا هي سيري بلاي ميوزك مشتغلة الأغنية هناك وانت بتطلع حين تبي تأخذ أغنية في جوالك تقدر تمررها ترجع الأغنية في جوالك. طبعا برضو فيها صوت تقدر تطوله وتقصره من هنا تقدر تسوي لها سيرشة وتوقفها من فوق. الخبر الحين أن أبل مسوي خصوم 50% لحق الموظفين حقينها بس، طبعا القطعة هذه نازلة قبل سنتين أو 3 سنوات ما أذكرها والله، تقريبا سنتين أنا أذكر بنتي صارت كانت صغيرة ذيك الفترة تحاول تمشي، فنزلت في ذيك الفترة وقيمتها $300 وإلى الآن قيمتها $300 لكن مسوي خصم الحين حق الموظفين، فأتوقع ذي الحركة الخصم أتوقع إنه جد دور نابل تنزل واحدة جديدة أو تنزل واحدة صغيرة أرخص من $300 غالية، لكن شغل حقها يعني لو تقارنها بالسبيكرات الثانية اللي يحطون حق شو اسمهم الساوند سيستم ترى ممتاز وافضل منهم بالنسبه لي. الخبر الثاني برضو ان ابل اليوم شرت شركه ستارت اب تو شركه ناشئه لحق الذكاء الاصطناعي، خذتها ابل وراح تدخلها مع سيري، يعني مو بسيري هنا حتى في جوالك لكن بتسوي حق الذكاء الاصطناعي، فتبي تخلي سيري ما اقدر اقول ذكيه اكثر لكن تسوي لها امبروف او تحسين حق سيري. مبروك يبارك لي فيك. خلاص الحمد لله تطورت. اي والله تطورت من 7 نقزل 11 مو راح الجدول خلاص خلاص الجدول كان خلفيه اي العلامه الخلفيه دحين تتغير ادخل غيره قالت عليه خلصنا. اللي سواها فاضي اللعنه لا بس يعلمك التكنولوجيا يعني شوف كيف بدأ اي بي ام وين هذا مايكروسوفت اي بي ام هذا اي بي ام ايش وضع كهرباء اليوم 1969 هذا عندها يمكن لو تختفي ذي ويختفي براءه اختراع حقتها ما في جهاز ما في جهاز ما طلع اي هذا اي بي ام بي سي بعدين الانتل هنا وين هذا هذا مبدأت هنا روتينيوم ويندوز 95
جربت استخدمت هذا على وقته، على مو على وقته، كنت صغير ذيك الفترة بس بعد كم من سنة. هذا أول كم ما بأول كمبيوتر ده. أول أبل. لا مش أول أبل، أول أبل خشب أبل وين كان قبل قبل هذا في واحد خشب، في واحد خشب لا هذا شكله هذا أول كمبيوتر أبل يكون كذا خشب تقريبا هذا هو هذا ولا هذا هذا شنو لا مو بأبل في واحد هذا استجاوز أول واحد بعدين بدأوا هنا والجافة نزلت كمبيوتر في مريض هذا شكل في كورونا الكمبيوتر بعدين نمشي ويندوز هذا الماك ده أول منزل الحين نحيف الميت اللينكس نتطور والله هذا الاكسبلور اللي ما 98 الايفون أول ما نزل في 2007 أول ايفون نزل مع الويندوز يوتيوب 2008 بدأ اليوتيوب جوجل هنا محرك جوجل 2006 قبل ايفون انت والله محتار هنا غرفة اصلا ما انا اقول لك وين انت ماشي انا قلت لك دخلت في الزاوية ما رضيت ضايع هذه اختبار امها الضعيف ده انا ضايع هذا الباب اصلا اقسم بالله تحفة هذا الاكسجين ده ما ادري هذا اللي كان مسجل هذا الجواب ما له حل اذا تحتاج الايباد اشتر الايباد الحين اذا ما تحتاج انتظر واذا انتظرت برضو بينزل ايباد جديد بعده او في نفس الوقت بتطلع اشاعات حق الايباد اللي بعده بتطلع اشاعات قويه وبعدين انت بتحتار هل اشتري الايباد اللي بينزل بعدين ولا انتظر فهو على احتياجك انت تحتاج اشتري الحين مالك شغل إذا لا ما بمحتاج انتظر لبعده وراح ينزل لبعده وبتطلع إشاعات وانتظر بعد بعده وانتظر كذا يعني هو على احتياجك بس فحتى لو إن الإيباد الجديد مثلا بيصير فيه شيء خارق وتحتاجه الحين لازم تشتغل الحين يعني ما في أي حل فالجواب هو راح يكون إذا على احتياجك أنت تحتاج اشتر ما تحتاج تشتر شفت كيف؟ هي بروح الشاب يصير تقيد انت رجعين العدة مكان ها تفك الستاند عندي هنا مع الإضاءة تبي تفك الإضاءة ومن الكاميرات تبي تشيلهم رأي سيارات ما ادري ايش سالفة انا ما انا